الشخصية اللي لعبها هي الشخصية ديال ابتسام، مرات مول الذهب أو الذهيبي ديال الحومة، وهي واحد سيدة اللي عزيز عليها المظاهر، عزيز عليها الذهب، عزيز عليها تبان بداكشي اللي كيعطيها راجلها، وعنده واحد علاقة حب زوينة مع راجلها، كتبغيه وكيبغيها، كيسمع هي متسلطة عليه شوية، كتغير عليه بزاف، كتحضي في ممشى. دونك فوالا هذا بلوز او موان، خليه شي لاخر يكتشفوا الجمهور إن شاء الله. هي اننا بجوج بينا شماليات، هذه هي نقطه التشابه الاساسيه، مي ابارسا زعما علاقتي بالذهب انا ما عنديش شي علاقه زعما مع الذهب، ما عنديش معه بزاف. علاقتي في الحب ما كنكونش هكاك متسلطه بزاف، فوالا دونك ما كتشبهليش، وفي نفس الوقت فيها شي شويه من كل حاجه. اول اكسبيريونس ديالي في سيتكوم، وهذه شي حاجه جديده بالنسبه لي. سيتكوم كنت كنتفرج في صحابي والناس اللي كنعرف كيلعبوا، هذا كانت كتجيني القضيه سهله، ولكن ملي كتعرف راسك كتدخل التجربه ديال سيتكوم كيبداو مخاوف، وكتبقى تقول واش نقدر ننجح، واش سورتو الريتم كيكون طالع، كنصوروا بالزربه بزاف ديال المشاهد في النهار، دونك فوالا كانوا عندي هذا التخوف هذا. بالعكس الا كانت شي انتقادات كما كانت تكون مفيده بالنسبه لي انا، مي كنتمنى ان شاء الله ان الدور ديالي يعجبهم ويعجبهم العمل ككل، حيت حنا هنا شي كيكمل شي، وعمل كله في الشكل اللي غيخرج به النهائي كنتمنى انه يعجب الجمهور ان شاء الله. كاين ان لون ميتراج بقى ما بديناش، وكاين عاوتاني كاينه ظروف اللي نيت مع ديسكونيكتد اللي سالينا التصوير ديالو غير ايام قبل ما نبداو السيتكوم، وكنتمنى ان شاء الله الاعمال بجوج بهم، واخا هما مختلفين بزاف حيت عمل كوميدي وعمل درامي، كنتمنى انه ينال الاعجاب المشاهد.